ازيك يا يوسف؟ عامل اخبارك ايه؟ ايه؟ كله ايه كويس الاخبار؟ الحمد لله. والله الحمد منورنا لله دايما يا حبيبي. ده انا اللي بتشرف ان انا حبيبي. الشرف معاكم لينا، دايما، ربنا ويا يخليك رب دايما يجمعنا كده في الخير، وان احنا دايما نبقى في الايام الطيبه دي يا رب. ونعتق جميعا ان شاء الله كل الناس امين اللي يا رب حاضره العالمين. دلوقتي من امين النار يا رب باذن امين. الله. احنا خلاص بنتكلم في ليلتين واخر ليله وتريه التمسوها في الليالي الوتريه، فخلاص ليله 29، فخلاص يعني رمضان ايام معدودات زي ما ربنا قال. لكن هنا الشخص اللي هيفرق بقى عن شخص وشخص، الشخص المتميز بقى، احنا عايزين نوصل لمرحلة الامتياز، او تعالى نسميها بالمصطلح بتاع ديننا مرحلة الاحسان. هل احنا هنيجي يعني امبارح الحمد لله كانت ليلة 27، والحمد لله المساجد كلها كانت مليانة، والناس كلها بتدعي، والناس كلها بتبكي، والناس بتقرأ القرآن، حاجة كده خير رائع جدا. ويا رب أنا دايما بدعي إن هي تبقى ليلة 27 عشان الخير اللي بيكون في ليلة 27، وعشان أكتر الناس اللي بتبقى مقبلة. إمبارح بجد بمنظر حلو قوي، ايوه والمساجد مقفولة، والناس ده حقيقي. المساجد مقفولة عدد الناس يعني، ما بالظبط والناس واقفة بره، حاجة تفرح. كنت بتكلم كده في بداية الحلقة مع نوران، قلت لها امبارح انا شفت منظر، يعني انا وقفت في مكاني، وقفت قلت لها اول حاجة لاقبال السيدات والبنات على الصلاة ان هم كانوا بيضاهوا عدد الرجالة. صحيح صحيح. والولاد الصغارين ولو الاطفال طبعا، يعني امبارح من الحاجات اللي لفت نظري في بعض، انا رحت كذا مسجد امبارح، الله اكبر، الولاد الصغيرين، وكمان ايه ساعه السحور في مسجد لقيت الولاد الصغيرين هم اللي بيطلعوا بسرعه وبيبداوا يرصوا الاكل وحاجات زي كده، بالرغم ان يمكن في التراويح شفت منظر يعني اتمنى يا جماعه الله يبارك لكم ما يتكررش تاني، ان لما نلاقي ولد صغير واقف في الصف الاول او الصف الثاني ما ينفعش ان احنا نرجعه لورا، لانه تاني هنفضل نقول والله والله اللي احنا بنطردهم دول هم اللي بعد كده بنيجي نتحايل عليهم كل ما بيكبروا ونقول لهم ادخلوا المسجد. لكن صح. خلينا نتكلم في الايجابي، ان المنظر كان حلو والشباب مقبل، وهو ده الفطره بتاعتنا الطيبه السليمه، ان احنا دايما بنبقى مقبلين على الله عز وجل. فيا رب تكون ليله القدر كانت امبارح علشان خاطر الجمع الكبير ده، وان ربنا يبقى رزقنا كده اكبر عدد من العتق من النار واستجابه الدعاء. لكن مرحلة الإحسان، هل إحنا النهاردة خلاص خلصنا امبارح فنان بقى ونرتاح؟ لا 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 خالص، إحنا لسه في ليلة 28، لسه في ليلة 29. فالنهاردة عارف أنت الشخص بقى اللي يتميز لربنا كده، إن الناس بدأت اللي يروح يجيب هدوم العيد، واللي رايح يعمل كذا، واللي رايح لا أنت لسه ساجد ولسه بتبكي ولسه بتدعي ربنا. صح. ولسه ماسك المصحف بتاعك. ودايما بقول للناس النهاردة فقرتنا مهمة قوي، عايز أجيب حاجات كتير قوي يا رب يقدرنا ونلحق، إن افتح ختمة في رمضان تكملها طول السنة. يعني النهاردة انت ختمت امبارح او هتختم اخر يوم في رمضان، ابدأ كده، ابدأ حتى اقرأ سورة الفاتحة بحيث انك تقول بسم الله ختمة جديدة، وتبدأ كل يوم كنا بنقرأ جزء، ابدأ اقرأ كل يوم ربع بس في النهاية، يبقى احنا من رمضان لرمضان ان شاء الله السنة الجاية احنا معانا القرآن، مش يبقى رمضان ما هجرناش كتاب ربنا من الاخر.